سعيدين نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص من اللقاءات اللي نستضيف فيها نخبة من نشام ورسميات هذا الوطن من كبار المتقاعي الدولي من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطف وكبار متقاعي خدمات طبية وزارة الصحة وعدد كبير من النقابات ونقابين. والآن ضيفنا طبعا أعزائي المشاهدين الأستاذ المحامي هشام أبو سعود. بالبداية برحب فيك أستاذ هشام، مساء الخير. أهلين أستاذ مساعد. نورنا بداية سيدي، وأنت من الأسماء اللامعة في هذا الاختصاص وهذا القطاع حقيقة، ولك الباع طويل في هذا المجال. بداية يعني حابين أفسد المشاهدين حضرتك أكثر، نتحدث عن جامعة الخراج منها، نتحدث عن العائلة الصغيرة كم لديك من الأبناء؟ تفضل. محامي، تدربت في سنة 77 وأصبحت أستاذ في سنة 80، ولا أزال أمارس المهنة في هذا، وبحب أنزل لغاية الآن، يعني رغم أنه عندي محامين زملاء في المكتب يشتغلوا معنا، إلا أنه بحب أنزل على المحكمة شخصيا وبنفسي أرافع عن القضايا اللي بتوكل فيها وأتبعها شخصيا ما شاء الله وأدقق عليها. جميل. أستاذ هشام، تحدث سيدي عن هذا المكتب، متى تم افتتاحه؟ تحدث عن فرص التدريب هون للعدد كبير من المحامين اللي تدربوا على مدار هذه السنوات الطويلة، ايضا تحدث عن اختصاصكم للقضايا، اهم القضايا اللي بنشتغل فيها. تفضل. في الواقع انه المكتب مكتبي كمكتب محاماه من سنه 1980، هناك عدد من المحامين بيشتغلوا معي في المكتب، ومعظم شغلنا في تسجيل الشركات وفي القضايا الحقوقيه والنظاميه. الحقوقية والجزائية بشكل عام. جميل. أستاذ هشام، تحدث عن فرص التدريب في هذا المكتب، مكتب الأستاذ المحامي. في الواقع تدربوا عندي عدد كبير من المحامين وتخرجوا من مكتبي، والحمد لله أمورهم ممتازة. جميل. سيدي، نتحدث عن يعني موضوع لما يقول القضايا العالقة بالمحاكم. هناك من يضع اللوم على المحامي، هناك من يضع اللوم على المحكمة، يعني هو نفس صاحب القضية بجوز تكون منه السبب. أين تكمن المشكلة في هذا؟ والله أنا في الواقع إنه اللوم مش لا على القضاء ولا على المحامين، وإنما اللوم على التشريعات الخاطئة للأسف الشديد اللي لا تزال المشاكل فيها هي. فمثلا عندنا مشاكل في التباليغ، وانه بنبلغ بالجريده بتغيب، بيجي بيستأنف الحكم، بيعترض على الحكم، بيستأنفه عده مرات، وهذا بيؤدي الى مماطله وطول بالقضاء. وحلها بسيط جدا، لو جرى تعديل في القانون انه حددوا لكل مواطن اردني عنوان في الاحوال المدنيه يصلح لتبليغه، والتبليغ على هذا العنوان يعتبر تبليغ صحيح، فبننتهي من مشاكل كبيره جدا. يعني بدل ما يجي الواحد يقعد يبعث تبليغ، يرجع التبليغ عدم عثور، بعده يبلغه بالجريده، بعاود بيجي بيعترض، بعاود بيجي بيستأنف، يعني الموضوع بطيل امد التقاضي بطريقه كبيره جدا. وفي الواقع حاول بعض معالي الوزراء في وزاره العدل متابعه هذا الموضوع، الا انه لم يتم، لانه في الواقع يحتاج الى تعديل بالتشريعات. جميل. هذا سبب. نعم. وفي مثلا من بعض القضايا، مثلا قضايا الشيكات بظهور رصيد، هذه في الواقع في القديم كانت القضية تنتهي بالسريع، كنا ندخل عند القاضي نقدم استدعاء طلب شكوى، مع أن نورجيه شكل لجلب المشتكى عليه، يجي المشتكى عليه يصير يترجى مشان يدفع ويخلص. الأيام هاي بتقدم قضية شك بدون رصيد، 90% من القضايا الجواب عليها على شكوى إنه شك أعطي على بياض، أو التوقيع مش توقيع، أو لم يحرر بخطي. وشوف قديش عاد بدها تاخذ هذه وقت، وحلها بسيط جدا، إنه كل إنسان بعطي شك على بياض يجب أن يعاقب أكثر من عقوبة الشك بذاته، ساعتها ببطل حد يدفع الدفع هذا. صحيح. فبتصير قضايا الشكات تمشي أسرع على الأقل يعني. بالإضافة لو عاد ظبطنا موضوع التبليغ وإلغاء التبليغ بالنشر يعني. أستاذ هشام، يعني نزاهة القضاء الأردني، هناك الكثير من القضاء، وعلاقتكم هذه العلاقة الحميمة ما بين أنتم القضاء الواقف، عن نزاهة القضاء الأردني بحكم خبرتك هذه السنوات، ماذا تحدثنا؟ في الواقع عندنا أنه القضاء لا شك أنه نزيه،
والعيب ليس بالقضاء إطلاقا، وإنما كما ذكرت إنه العيوب بالتشريعات. وحاول وسيدنا جلالة الملك عبد الله أطال الله عمره اقترح أكثر من مرة وذكر طلب إنه يتم تعديلات على القوانين تعالج المشاكل اللي بتتم في القضاء نتيجة سوء التشريعات، إلا أنه للأسف لغاية الآن لم يتم معالجتها بشكل كامل وصحيح. جميل. أستاذ هشام، بعد هالإنجازات مدار هذه السنوات في هذا المكتب اللي خرج العدد الكبير من المحامين والآن في يعمل به نخبة طيبة وسمعة طيبة، طموحاتك في هذا المكتب يعني بعد هذه السنوات إلى أين؟ الحمد لله الاستمرار في عملنا، وانه يعني بشكل عام اهم شغله والله تعديل القوانين حتى نرتاح نفسيا وتحس انت انه شغلنا ينجز باسرع من هيك. جميل جميل. احنا بنتمنى لك التوفيق استاذ هشام، ولكن الان المحامين الجدد المتدربين في بدايه طريقهم بحكم خبرتك الطويله في هذا المجال، شو بتنصح الشباب المحامين في بدايه طريقهم؟ اول شيء بنصح جميع الزملاء انه الواحد لما بده يجي يكتب لائحه دعوه او يحضر دعوه يجب ان يكتب اللائحه من النصوص القانونيه ومن البينات قدر الامكان، وان لا يطيل في الكتابه والجدل، ان يذهب الى النقطه مباشره في عمله مستندا الى النصوص القانونيه والبينات التي المتوفره بين يديه حتى تكون القضية في وضع جيد إن شاء الله. أستاذ هشام، بظل ما نشاهد من متغيرات، أين وجد الاستقرار؟ وجد الاستثمار؟ وجد السياحة؟ وجد كل شيء. نعمة الأمن والأمان؟ الحمد لله هذه موجودة عندنا في الأردن ومريحة جدا، نعمة الأمان بفضل جهود سيدنا أطال الله عمره سيدنا جلالة الملك عبد الله. آمين. لا أدري أستاذ هشام إذا كان في مقابلة سابقة مع جلالة الملك، ولكن لو قدر لك بظل الظروف الصعبة، كان في لقاء مع جلالة الملك أستاذ ومحامي قدير مثل حضرتك وابن عائلة طيبة، التقى بجلالة الملك، شو ممكن نتحدث؟ محور الحديث. محور الحديث بصدق وصراحة اقتراحات بتعديل القوانين. جميل. بالإضافة إلى تعديل الإجراءات في الدوائر الحكومية. يعني في الواقع في جميع الدول المتحضرة والمتقدمة الشخص بيذهب إلى الدائرة جميع أمور معاملته تسير فيها عند نفس الموظف، بينما للأسف الشديد عندنا نتيجة الإجراءات بتروح على أول موظف بحولك على موظف ثاني بحولك على دائرة ثانية على دائرة ثالثة، جيب موافقات منها جيب موافقات منها، مع أنه هلقيت عندنا النظام الإلكتروني يستطيع الشخص الموظف أنه يجيب يشوف جميع المعلومات أمامه، ففيش داعي انه اتعب المواطن يضل يتنقل من جهه لجهه والحصول على موافقات من عده جهات ويجيب اوراق من جهه، بينما هذه كليه المعلومات موجوده على الانظمه الالكترونيه حاليا. جميل جدا. بالتاكيد يعني استاذ هشام هي المسؤوليه مسؤوليه مشتركه، جلاله الملك دائما يدعو الى دعم فرصان التغيير وناشام الوطن، نستذكر واقول جلاله الملك منكم استمد العطاء، وايضا ارفع راسك انت اردني بالتاكيد امام الاردنيين دائما مرفوع عليك انت نشام امثالك الاستاذ المحامي هشام ابو سعود، نحييك يا سيدي على هذا الانجاز، ان شاء الله مزيد من النجاحات مزيد من العطاء بالتوفيق. كلمه اخيره للساده المشاهدين بمناسبه العام الجديد. كل عام وانتم بخير جميعا، ونامل من الله تعالى أن يحسن الظروف عندنا في الأردن وأن يسهل المعاملات في جميع الدوائر الحكومية وشبه الرسمية، وأن يتم تعديل القوانين بما يتوافق مع سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة إن شاء الله. طبعاً في نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين نختم في هذه اللقطات، نستعرض مجموعة من التكريمات والصور الكريمة والشهادات وصور لضيفنا الكريم الأستاذ المحامي هشام السعود. شكراً جزيلاً يا سيدي على البرنامج، لك التوفيق. شكراً جزيلاً. نعم.